محمود شعبان بيقول: قانون الأسرة القاطع للأرحام حرمان الأب من أولاده، هو بيتكلم على مسألة يعني عامة ومسألة تتعلق بتغيير القوانين أو كيفية تطبيق القانون. وإحنا لما عملنا تتبع واستقراء للمشكلات التي تحصل في الحضانة، اللي هي مشكلة الرؤية ومشكلة الاستضافة ومشكلة الولاية التعليمية وكذا، احنا عملنا الكلام ده، عملنا له حصر بالتعاون مع السادة في وزارة العدل، وجدنا ان 95% ماشي كويس وبالاتفاق وبالتراضي بين الاسرتين، و 5% بس او قد يكون اقل من ذلك هو اللي بيحصل فيه مشكلات. ومع ذلك فإننا لا نهمل مثل هذه الاستغاثات، ولكن نقول إن محل التغيير والنظر في هذا إنما هو من اختصاص إما الجهة التشريعية بالتغيير بما يتناسب مع حال المجتمع مش مع حالة فردية، أو السلطة التنفيذية إن أنا معايا حكم مش عارف أنفذه وهكذا. يعني نرجو أن نطرق الأبواب الصحيحة لمثل هذه المشكلات التي تنشأ بسبب الطلاق أو غير ذلك. وإحنا بنستغل المناسبة دي والسؤال ده نقول لهم: شوفوا أيها السادة قد إيه عمل الطلاق اللي هو أبغض الحلال إلى الله. عرفتوا ليه هو أبغض الحلال إلى الله؟ ده هو بداية المشكلة وليس هو نهاية المشكلة. ادي بداية المشكلة، هو الاب يتهم الام ان هي ما بتوريهوش الولد، والام تتهم الاب ان هو هيخطف الولد وما بينفقش عليه. بداية المشكلات التي لا نهاية لها، وينشأ الابن في بيئة لا يدري فيها من هو على الحق، ابويا ولا امي، ليه كده، ويطلع غير سوي. غالبا بيطلع غير سوي طالما نشأ في هذه الصراعات، وطالما كان هو الأداة التي تستغل في الكيد. الأب عاوز يكيد مطلقته، يوم يخش من باب الحضانة ورؤية الصبي، المطلقة عاوزة تضايق طليقها تستخدم الولد في هذا الكيد. فلا ينبغي أن يكون هذا. عليكم لا تنسوا الفضل بينكم كما علمنا الله سبحانه وتعالى في هذه العلاقة، علاقة الأسرة.